أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي. ثالث نوع من الإيرادات وهي الإيرادات الفرعية موجودة بالكتاب صفحة 198، وهي الإيرادات التي تحققها المنشأة من مباشرة عمليات لا تدخل في نشاطها الأساسي، وبتشمل عندنا 9 عناصر موجودين من الإيرادات الفرعية وهم: 1. إيرادات العقارات المبنية والأراضي الزراعية موجودة بالكتاب صفحة 198. الإيرادات ديت أخضعها المشرع للضريبة مع خصم الضريبة العقارية المتعلقة بها ضمن التكاليف واجبة الخصم. 2. عوائد الودائع وحسابات التوفير. أعفى المشرع عوائد الودائع التالية: عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة بمصر، عوائد شهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها البنوك المسجلة بمصر، عوائد الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي. كملخص أن كل العوائد التي يحصل عليها الشخص الطبيعي في المنشأة الفردية سواء من البنوك أو حسابات التوفير معفاة، وهي التي تظهر في الجزء الأخير من الإقرار الضريبي. احنا قلنا الإقرار الضريبي بيبقى عبارة عن صافي الربح من قائمة الدخل يضاف إليه ويخصم منه، بيديني صافي الربح المعدل، بشيل التبرعات والخسائر، ثم يأتي الجزء الأخير اللي هو الإعفاءات، فدوت جزء من الإعفاءات اللي هي عوائد الودائع وحسابات التوفير. 3. التعويضات موجودة في صفحة 199، وأشرنا إليها قبل كده لما اتكلمنا في الأرباح الرأسمالية، وتعتبر التعويضات بخلاف تعويضات هلاك الأصل الثابت إيراد خاضع للضريبة في سنة تحصيلها. 4. الديون المعدومة المحصلة، وهي عبارة عن دين معدوم على أحد العملاء ثم تم تحصيل الدين دوت من العميل. ان هو مصلحة الضرائب هتفرق ما بين حاجتين: لو كانت الادارة الضريبية اعتمدت الدين دوت قبل كده في السنوات السابقة فيتم رده ويعتبر ايراد خاضع للضريبة، اما اذا كانت لم تعتمده في السنوات السابقة فعند رده لا يعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة. 5. الاعانات صفحة 200، إذا كانت الإعانة في صورة نقدية تعتبر إيراد خاضع للضريبة عند تحصيلها، أما إن كانت في صورة عينية يعني خدمة أصل من الأصول يعتبر إيراد خاضع للضريبة وفقا للقيمة السوقية أو للقيمة العادلة الذي حصلت عليها المنشأة. 6. الخصم المكتسب موجود صفحة 200 ويعتبر إيراد خاضع للضريبة. 7. فروق العملات الأجنبية، وهنا المصلحة بتاعة الضرايب فرقت ما بين نوعين: الفروق الناتجة عن معاملات بعملة أجنبية، وهي الفروق الناتجة عن عمليات يعني الشراء والبيع، ودي تعتبر إيراد خاضع للضريبة إذا كانت فروق دائنة، أو تكاليف واجبة الخصم إذا كانت فروق مدينة، بينما الفروق الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لا تعتبر إيراد خاضع للضريبة. 8. عوائد أذون وسندات الخزانة صفحة 200، ودي احنا تطرقنا لها قبل كده في الإطار العام للضريبة ضمن الضريبة المستقطعة عند المنبع، وقلنا فيها أنها تخضع للضريبة بسعر 20% دون خصم أي تكاليف، يعني ما بتدخلش أصلا في الإقرار الضريبي ده، احنا واحنا بناخد العائد بيخصم مني 20% مستقطعة من المنبع، وتحسب التكاليف الخاصة بتحقيق العوائد ديت على النحو التالي. عندنا 3 خطوات: أول حاجة هنحسب 80% من عائد أذون وسندات الخزانة، نمرة 2 هنحسب نسبة إجمالي المصروفات التمويلية والعمومية من غير المخصصات والإهلاكات إلى إجمالي الإيرادات، ودي هتبقى نسبة مئوية. 3 التكاليف عبارة عن ألف في ب أو واحد في 2 اللي موجودين عندنا اللي هي نسبة 80% في نسبة إجمالي المصروفات التمويلية.
واخيرا 9 توزيعات الارباح، واخدناها برضو قبل كده هوت في الجزء الخاص بالضريبة المستقطعة عند المنبع وتنقسم الى جزئين. لو كانت التوزيعات محققة جوه الدولة تفرض الضريبة عليها بسعر 10% ويخفض الى 5% دون خصم اي التكاليف اذا تحقق شرطين مجتمعين: ان نسبة المساهمة في الشركة تكون اكتر من 25% من رأس مالها، والا تقل مدة حيازة الاسهم عن سنة. بالنسبة للتوزيعات المحققة خارج مصر بتفرض الضريبة بالسعر التصاعدي العادي للضريبة، ثم بعد كده نقارن الضريبة المسددة بالخارج بالنسبة بتاعتها داخل الدولة بتاعتنا ايهما اقل، ونخصم الضريبة الاجنبية دي عليها من الضريبة المستحقة بعد الخصم الضريبي. اجابة مثال 5-9 على الايرادات الخاضعة للضريبة صفحة 204. المثال موجود قدام حضراتكم في الكتاب، بيقول ان احنا عندنا احد المنشآت الفردية اللي موجودة عندنا كان عندها دخل من قائمة الدخل ب 87,000 جنيه، والمطلوب ان احنا نعمل التعديلات الضريبية ونحسب الضريبة واجبة الدفع. ابتدينا نفتح صفحة الاقرار بتاعتنا، ابتدينا صافي الربح من واقع قائمة الدخل زي ما هو قدام حضراتكم 87,000 جنيه، يضاف اليه يسيبنا مساحة ويخصم منه يسيبنا مساحة. اولا قال لي لقينا مايل، تتضمن ايرادات المنشأة مايل 4,000 جنيه ديون معدومة محصلة، سبق ان المصلحة اعتمدت منها 3,500. قال له طيب يبقى معنى الكلام دوت ان حضرتك المنشأة مسجلة 4,000 جنيه ايراد، المصلحة بتقول لا انا معتمدة 3,500، معنى كده ان المنشأة عندها 500 جنيه زيادة هتشيلهم من عندها، يعني هتخصمهم. اهوت اول جزء البند يخصم منه الديون المعدومة المحصلة اللي معتمدتش ب 500 جنيه. نمرة 2 قال لي 10,000 جنيه تعويض قضائي لصالح المنشأة نتيجة تقليب الاسم التجاري لها، علما بأنها حصلت منه 6,000 جنيه. احنا اتفقنا مع بعض ان التعويضات يعترف بيها ايراد خاضع للضريبة وفقا للمحصل، فاحنا هنا هوت هنلاقي عندنا ان المنشأة سجلت في الايرادات 10,000 جنيه. طب المصلحة هتعتمد 6,000 جنيه اللي هما الايراد الخاضع للضريبة اللي هو ما تم تحصيله فعلا، معنى الكلام ده ان في 4,000 جنيه زيادة موجودين في دفاتر المنشأة عاوزين نشيلهم، وبالتالي هيظهروا في بند يخصم منه. يبقى نمرة 2 في بند يخصم منه الموضحة في السلايد التالي، هنلاقي عندنا ان التعويضات القضائية غير المحصلة ب 4,000 جنيه في بند يخصم منه. 3 5,000 فوائد بيع بالتقسيط. نشاط المنشأة ان هي بتبيع بالتقسيط، سجلت عندها 5,000 جنيه فوائد بيع بالتقسيط، مصلحة الضرايب ما عندهاش اي مشكلة ان هي تسجل ايرادات النشاط الجاري بتاعها، وبالتالي البند دوت لا يضاف ولا يخصم لان هو بند تاني. البند اللي وراه 8,000 جنيه ارباح اسهم من شركة مساهمة مقيدة بالبورصة. اتفقنا مع بعض بالنسبة لارباح الاسهم وبالنسبة لتوزيعات الاسهم ان عليها ضريبة مستقطعة من المنبع ب 10%، وبالتالي لا تدخل ضمن ايرادات المنشأة لان هي بيخصم منها الضريبة من المنبع، يعني قبل ما ناخد المبلغ بيتخصم منه الضريبة. طيب الشركة او المنشأة سجلت عندها ارباح اسهم ب 8,000 جنيه جوه دفاترها، المصلحة بتقول لا انا مش هاخد ضريبة عليهم لان دول اتقطع منهم ضريبة 10% من المنبع، وبالتالي مش موافقة عليهم، عاوزين نشيلهم من الدفاتر، يبقى نشيلهم في بند يخصم منه. يبقى نمرة 3 في بند يخصم منه ارباح اسهم من شركة مساهمة اللي هي بمبلغ 8,000 جنيه. البند اللي بعده قال 11,000 جنيه ايراد عقار مبنى، علما بان الايجار الشهري ب 1,000 جنيه. المنشأة سجلت ضمن الإيرادات 11,000 جنيه إيراد العقار، المصلحة بتقول لأ ده الإيراد الشهري 1,000 جنيه، يعني المفروض في 12 شهر كانت تسجل 12,000 جنيه. طيب المنشأة سجلت 11
المصلحة شايفة ان الايراد بالفعل 12، يبقى احنا كده اهوت عندنا 1000 جنيه نقص في الدفاتر هنضيفهم، اهو ده بيضاف اليه. اول حاجة ايراد عقار مستحق ب 1000 جنيه. البند اللي وراه 15500 فوائد ودائع بالبنوك. اتفقنا ان الفوائد معفاة وليها بند لوحده في الاقرار الضريبي اللي هو اخر جزء اللي هو الاعفاءات، وبالتالي هنأجل المبلغ دوت الى ان نصل الى جزء الاعفاءات علشان نحطه فيه. البند اللي وراه 12000 جنيه فروق عملة اجنبية، منهم 2000 جنيه فروق ترجمة. اتفقنا مع بعض ان فروق العملة الاجنبية تعتبر ايراد خاضع للضريبة وفقا لمصلحة الضرائب، لكن فروق الترجمة لا تعتبر ايراد خاضع للضريبة. طب الشركة او المنشأة سجلت عندها 2000 جنيه فروق ترجمة ضمن الايراد، المصلحة بتقول لا، فروق الترجمة لا تعتبر ايراد خاضع للضريبة، عاوزين نشيلها هنشيلها بالخصم، وبالتالي هنلاقي البند الرابع فيه يخصم منه في السلايد التالي هو فروق العملة الناتجة عن الترجمة. البند اللي بعدين 15000 عوائد أذون الخزانة المصرية. اتفقنا مع بعض ان عوائد أذون الخزانة المصرية بتخضع لضريبة قطعية اللي هي 20%، وبالتالي مش هنخضعها للضريبة مرتين، خضعت قبل كده، الشركة حطتها ضمن او المنشأة حطتها ضمن الايرادات، المصلحة بتقول لا دي خضعت قبل كده هنشيلها ضمن الايرادات، يبقى دي خامس بند يخصم منه اللي هو عوائد أذون الخزانة المصرية. طيب احنا شلنا العوائد، مقابل ان احنا هنشيل العوائد لازم نشيل كمان التكاليف بتاعة العوائد ديت، مش هنشيل العائد كايراد، اشيل التكلفة كمان بتاعته زي ما انا شلته من الايراد الخاضع للضريبة، يعني مش هيخضع للضريبة، تكلفة ما تتخصمش. لما نوصل للتكلفة في البنود بتاعتنا هنبتدي نشوف هنحسبها ازاي ضمن ملاحظات الحسبة. طيب اتنين، قال لي لم تتضمن ايرادات المنشأة ما يلي، يعني المنشأة ما سجلتش عندها الايرادات دي، 5000 جنيه تعويضات محصلة من شركة تأمين مقابل بضاعة تلفت. طيب ال 5000 جنيه دول يعني لا، دول المفروض وفقا لمصلحة الضرايب ايراد خاضع للضريبة، المنشأة ما سجلتهمش واحنا بنقول ان هو ايراد خاضع للضريبة، يبقى هنسجله اهوت عندنا في يضاف اليه اللي هو تعويض عن تلف البضاعة بال 5000 جنيه. اللي وراه 4000 جنيه اعناف محصله، منها 1000 جنيه نقدي والباقي جهاز كمبيوتر قيمته السوقيه 5000 جنيه، المنشاه ما سجلتهمش، المصلحه بتقول ان هم يتسجلوا، هم حطيناهم الاعانه النقديه والقيمه السوقيه للاعانه العينيه. طيب البند الثالث في التمويل، قال لي ده المصروفات فيها ما يلي، اداني 10000 مصروفات تمويليه و 40000 مصروفات عموميه اللي هي البنود اللي هنحسب بيها تكاليف تحقيق عوائد بدون الخزانة. هنرجع للملاحظات عشان نحسب التكاليف بتاعة عوائد بدون الخزانة اللي موجودة عندنا، وهتطلع ب 3000 جنيه، طبعا المنشأة مسجلاها، المصلحة مش موافقة عليها، وبالتالي هنشيلها من عندنا، هي اشارتها سالبة فتتشال ب اللي هي تضاف الى الربح المحاسبي. وفي الملاحظات هنقول ازاي احنا حسبنا التكاليف بتاعة عوائد بدون الخزانة. طبعا بيتضح هنا هوت من اجابة باقي التمرين، ادي البنود بتاعة يخصم منه، وصلنا الى صافي الربح الضريبي المعدل، خصمنا الاعفاءات اللي احنا كنا حاطينها على جنب اللي هي فوائد ودائع البنوك، فوصلنا الى صافي الربح الضريبي اللي احنا هنحسب عليه الضريبة بعد كده هو. دي ملاحظة عن كيفية حساب التكاليف بتاعة عوائد بدون الخزانة، زي ما قلنا ثلاث خطوات، أول حاجة يجيب نسبة 80% من عوائد بدون الخزانة، العائد كان ب 15000 موجود ضمن الإيرادات، في 80% اداني 12000 جنيه. نمرة 2 نجيب نسبة إجمالي المصروفات التمويلية اللي هي ب 10000 والمصروفات العمومية من غير المصروفات والإهلاكات اللي هي ب 40000، هنشيل منها ال 3000 وال 12000 يعني 15000، إلى إجمالي الإيرادات هتلاقيها موجودة في نهاية التمرين ب 140000 جنيه، أهوت أدينا عملنا المعادلة بتاعتي في المية هيطلع لي 25%. 3 هنضرب الناتج
بتاع البنزين من اللي فاتوا في بعضهم 12000 في 25 طلع لي 3000 جنيه زي ما قلنا لا يعتمد من الناحية الضريبية، وبالتالي هنضيفهم إلى الربح المحاسبي اللي موجود عندنا عشان نوصل إلى صافي الربح الضريبي. هنبدأ بحساب الضريبة واجبة الدفع. أول حاجة الضريبة المستحقة، هنجيب الكالكوليتور ونكتب عليه صافي الربح الضريبي اللي وصلنا له اللي هو 57000 جنيه. أول 8000 جنيه معطاة، 22000 في 10%، 15000 في 15%، وما تبقى اللي هو ال 12000 في 20%، فطلع لي إن الضريبة المستحقة عليا 6850 جنيه. نبدأ نطبق الخصم الضريبي، طبعا احنا في الشريحة الرابعة، وبالتالي الخصم الضريبي بتاعنا هيبقى 7.5%، طلع 514 جنيه، فطلعت الضريبة بعد الخصم 6336 جنيه. قال لي إن الممول بتاعنا سد الضريبة تحت الحساب ب 1336 جنيه، وبالتالي فالضريبة واجبة الدفع هتبقى 5000 جنيه. أخيرا نحسب الضريبة على البنود القطعية اللي احنا مدخلناهاش في الإقرار الضريبي. كان عندنا بندين الضريبة على أرباح أسهم الشركة المساهمة كانت عبارة عن 8000 جنيه، تخضع ب 10% دون خصم أي تكاليف، هتبقى 800 جنيه. نمرة 2 الضريبة على عوائد أذون الخزانة اللي هي كانت العوائد ب 15000 جنيه، هتخضع للضريبة ب 20% دون خصم أي تكاليف، هتكون ب 3000 جنيه. انتهت المحاضرة الثانية وانتهت الإيرادات الخاضعة للضريبة.